بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعي أعزائي الجزء الثاني من تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا. طبعا التحرير كيف ما شفنا في الجزء الأول كان باللغة العربية واللغة الفرنسية وكان بالتفصيل، الحمد لله والشكر لله، جميع التلاميذ فهموا. هنا الدورة العادية 2017 كما شفنا البارح، الدورة العادية 2017، ولكن الجزء الثاني غادي نكملوا في الأسئلة اللي وصلنا اليوم البارح. جيد جدا. إذن كيف ما قلنا يوم أمس أنا مع الأستاذ وليد متوكل، الآن بداية تسجيل في عرض تميز الدورة الثانية للتلاميذ المتعثرين وكذلك للتلاميذ اللي باغيين يجيبوا معدلات عالية إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهنا رقم التسجيل. على أي رجوعا إلى الامتحان الوطني اللي خدمنا فيه يوم أمس. مزيان. بالنسبه للتلميذ اللي عنده فرض او التلميذه اللي عندها فرض، فاكيد طبعا انه غادي ياخذ مجموعه من المعلومات من خلال هذه الحصه المباشره. على اي فحصه البارحه وصلنا للسؤال رقم 3، كنا وقفنا عند السؤال رقم 3، وبالتالي غادي نبداو من باء. بيان سور. شوف بالنسبه لي بيوف راه في التحرير غادي يكون التحرير باللغتين، اللغه العربيه واللغه الفرنسيه كذلك. اذا على بركه الله في حصة البارحة آخر ما وصلنا ليه بينا أن اف بريم دو اكس تساوي، هنا نتمنى يكون أيوب بوعزاوي معنا باش يستافد من هذه النقطة، اف بريم لي اكس تساوي جي لي اكس على اكس أس 2 لكل اكس من المجال. آخر سؤال كنا وصلنا ليه هو هذا، لكل اكس من المجال صفر بلس لانفيني. هذه بيناها، كنا وقفنا البارح عند الشقاق وتطرقنا لمين جا لهذا الشقاق. تبع معايا دابا السؤال الموالي هو السؤال باء. في السؤال باء طلبوا مني في السؤال باء بين ان المنحنى السي او عفوا بين ان الداله اف تناقصيه، غنكتبوا باللغتين باء. السؤال باء لنبين ان الدالة اف، غادي نديرو واحد التحليل على شكل كتابة باش هاد السؤال ضبطو، اف تناقصية على المجال، والمجال هو صفر واحد، وتزايدية على المجال واحد بلس لانفيني، على المجال واحد بلس لانفيني. دائما لاحظ معايا عزيزي التلميذ، كيتقسم المجال من صفر إلى واحد ومن واحد الى بلس لانفيني. مونترون كو، قبل ما نبداو الشرح، مونترون كو لا فونكسيون اف، الداله اف اي تناقصيه، يعني ديكروسانت سور لانترفال 0 1، لانترفال 0 1، هنا جو ميكسكوز 0 1 اي كرواسونت تزايدية سور لانترفال، على المجال، دائما كناخد المجال سور لانترفال، لانترفال هو المجال، ان بلوس لانفيني، ان بلوس لانفيني. دونك كان هذا هو السؤال. هنا المجال مفتوح، انا غادي نرجع لك. دونك هذا هو السؤال اللي كان عندنا. شنو هي الفكره؟ دونك هنا ان ناخذ هنا ليدي، يعني الفكره على هذا النوع ديال التمارين. الفكره دونك هنا نعطيك الافكار الله يرضي عليك، الفكره اللي غنخدموا بها. حنا عندنا اف بريم اكس هي جي اكس على اكس اس 2 صافي. دونك هنا نعطيكم غير بعض الافكار باش تفهموا. اول شيء اكس اس 2، هاد اكس اس 2 اكبر قطعا من صفر، موجب هاد المقام هذا موجب. ثاني شيء غيبقى عندي اشكال في الجي اكس، يعني يجب معرفه اشاره جي اكس. هذا هو الشق الثاني، شوف كيفاش تنبني الافكار. ثالث شيء جي اكس بينا في الجزء الاول، في الجزء الاول هنا سميت هذه الفقرة الفكرة، يعني الأفكار في الجزء واحد تم
هي بينا هنا من خلال تم تبيين ان جي اكس كبر من زيرو يعني موجبه، اكبر من زيرو يعني موجبه لكل اكس من المجال، من المجال واحد زيرو واحد، او جي اكس اكبر من صفر لكل اكس من المجال واحد بلس لانفيني. و جي اكس، واعتذر لانني قلبت هنا غير الافكار، اصغر من زيرو لكل اكس من المجال زيرو واحد. نعاود ناقش معك الفكرة عزيزي التلميذ، لان دائما الافكار هي كل شيء، فاش يطلب مني تناقصية وتزايدية، فاش يقول لي بين ان الدالة تناقصية وتزايدية. اكس او كاري موجب، قلنا يجب معرفة اشارة جي اكس، خاصني نعرف جي اكس واش موجبة او سالبة. مزيان، هاي هنا مزيان، خاصنا نعرفوا جي اكس موجب او سالب. اش قلت لك هنا في الجزء الاول، جزء واحد، بينا ان جي اكس كبر من زيرو لكل اكس من المجال واحد بليس لانفيني، وجي اكس صغر من زيرو لكل اكس من المجال زيرو واحد. فاش نبغي ندير هنا الجواب، عطا شو منين غادي نبدا الله يرضى عليكم. شنو هي اف بريم دو اكس؟ اف بريم دو اكس تساوي جي اكس على اكس مربع، صافي هذا هو اللي لقينا، لكل اكس من المجال زيرو بلس لانفيني. دونك هذا هو اف بريم دو اكس اللي كنا لقينا، اكس مربع موجب. تنجي لهنا تنكتب بحال هكا، إشارة اف بريم دو اكس هي إشارة جي لي اكس. دونك هذه هي الفكرة الأولى، إشارة اف بريم دو اكس هي إشارة جي دو اكس. لو سين دو اف بريم دو اكس، إشارة اف بريم دو اكس يعني لو سين دو اف بريم دو اكس اي هي إشارة سولوي دو جي لي اكس، جي دو اكس اي سولوي دو جي دو اكس. جي دو اكس حنا فين عرفناه؟ في الجزء الاول، كانت موجبة على مجال وسالبة على مجال. واخا دابا اذا كانت عندنا، شوف الافكار كيفاش كنطرق لهم الله يرضي عليك، غنحاولوا نديروها بالتحرير. دابا الاولانيه جي لي اكس اصغر من صفر لكل اكس من المجال، هذه هي باش غنبينوها تزايديه وتناقصيه، صفر واحد هل المجال الاول. الا كانت جي اكس صغر من زيرو حيت جي دير في بلاصتها اف بريم، شوف غير الجمله، إشارة اف بريم، إشارة اف بريم هي إشارة جي، إشارة اف بريم هي إشارة جي، يعني بحال اف بريم بحال جي، يعني هنا غتولي عندي اف بريم لي اكس أصغر من أو يساوي زيرو لكل اكس من المجال زيرو واحد. شنو هو الاستنتاج؟ شنو هو الاستنتاج؟ إذن الدالة اف تناقصية على المجال صفر واحد، صفر واحد، صافي هذا هو الاول، ها هي تناقصيه. علاش تناقصيه؟ شوف المشتقه اف بريم، الا كانت اف بريم دو اكس اصغر من صفر يعني اف تناقصيه، هنا طبعا على المجال اي، هنا على المختصر المفيد، الا كانت اف بريم دو اكس اكبر من صفر يعني اف تزايدية، يعني ان اف تزايدية. جوج ديال الحوايج، الا كانت اف بريم المشتقة سالبة على المجال اي، اذا اف تناقصية على المجال اي، الا كانت اف بريم موجبة اذا اف تزايدية. هادشي اللي درناه. دابا غادي نجيو عاوتاني، لدينا جي لي اكس اكبر من او يساوي صفر لكل اكس من المجال، وشنو هو المجال اللي كاين عندنا؟ واحد بلس لانفيني، بينا هذه في السؤال. واذا الا كانت جي اكس اكبر من زيرو، جي اكس بحال بحال اف بريم، شوف هنا اللي مسطر تحت منهم، غنحيدو جي اكس، اف بريم دو اكس اكبر من صفر لكل اكس من المجال واحد بلس لانفيني.
ومنه الدالة اف تزايدية، يعني كرواسونت تزايدية على المجال. شنو هو المجال اللي غتكون خدام فيه؟ هو واحد بليس لانفين. شوف الترتيب ديال الجمل، كنبدا بالجي اكس في الاول، من بعد منها اف بريم دو اكس، من بعد منها الدالة اف. اعيد واكرر، جي لي اكس، كنبدا بالجي لي اكس، من بعد منها اف بريم دو اكس، ثم الاستنتاج. اعيد جي اكس، تنقول اشارة جي اكس اصغر من زيرو سالبة، جي اكس سالبة، اذا اف بريم دو اكس سالبة، اذا الدالة اف تناقصية. شو الافكار كيفاش دايرين؟ كنبدا من عند جي اكس، ومن جي اكس كندوز لعند اف بريم دو اكس، ومن اف بريم دو اكس كنرجع للدالة اف. صافي، وفق ثلاث مراحل. شحال من سطر درنا هنا؟ ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة. كنبدا من جي اكس، من بعد منها اف بريم دو اكس، ثم في الاخير دالة اف. الا بغيتي تزيد هنا مثلا، لدينا ولا حسب نتيجة السؤال. اش من سؤال عندنا؟ جوج في الجزء الاول، يعني واحد اثنان. صافي، حسب نتيجة السؤال واحد اثنان لدينا اون. ما وهذه سيارة حسب نتيجة السؤال واحد اثنان، الا بغيتي تكون اكثر ضبطا للامور. دونك انا اعيد باش نعرفوا الدالة، حيت السؤال كيواجهوا مع التلاميذ بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الصعوبات. كيقول لك استاذ شنو الفكرة؟ وهذا الشيء غتشوفوه في الامتحانات، في مجموعة من الامتحانات، في بزاف ديال الامتحانات. غادي تلقى دائما اف بريم عندها علاقة بالجي. إشارة اف بريم هي إشارة الجي، إشارة اف بريم لي اكس هي إشارة جي لي اكس. صافي، دونك كنبدا جي اكس اصغر من صفر، اف بريم دو اكس اصغر من صفر، الداله اف تناقصيه. ركز معايا الامور هذه مهمه، جي اكس اصغر من صفر، لصق الفكره في دماغك الله يخليك، اف بريم دو اكس اصغر من صفر، اذا الداله اف تناقصيه. صافي، جي لي اكس اكبر من صفر، اف بريم لي اكس اكبر من صفر، هي اكبر من زيرو رمز اكبر، الداله اف تزايديه. دونك هذو هما لي زيدين. دونك كان هذا هو السؤال ب، هنا جاوبنا على ب. من بعد من ب سؤال ج، ضع جدول تغيرات الداله اف. جدول التغيرات، جدول تغيرات الداله اف ج، جدول تغيرات الداله اف سي لو طابلو دو فارياسيون، جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. في جدول التغيرات الله يرضي عليكم، نذكر شنو هو دي اف؟ دي دو اف هو زيرو بلس لانفيني، معرفة على صفر بلس لانفيني، هذا هو دي اف. شوف الصفر، صفر قيمة ممنوعة، صفر قيمة ممنوعة، سي اون فالور interdite، c'est une valeur interdite، زيرو قيمة ممنوعة. لا فونكسيون ديما مع دي ال ان دو اكس. نمشيو لجدول التغيرات. بالنسبة لجدول التغيرات، على الشكل التالي، هنا موقع اف بريم دو اكس، وهنا اف لي اكس. ديما هنا نفس الجدول غيبقى عندنا، هنا كتكون عندنا اكس، ما نقلبوش هاد الامور الله يرضي عليكم. اسفل اف بريم دو اكس، نبدا بالشقاق وفي الاخر الداله، هنا اف لي اكس، يعني الصيغه المعبره عن الداله اف. صافي، اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس. صفر، بالنسبه لصفر هي قيمه ممنوعه، وإلا كانت عندنا قيمة ممنوعة كتكون عندنا دو باغ تحت منها. صافي، صفر قيمة ممنوعة فيها دو باغ، صفر قيمة ممنوعة فيها دو باغ. نعاود عاوتاني، إلا كانت فالور انترديت كنديرو دو باغ. علاش درنا هنا دو باغ؟ سي اون فالور انترديت، يعني قيمة ممنوعة. مجموعة التعريف من صفر إلى بلوس لانفيني. إلا بقيتو عاقلين السؤال اللي قبل،
شنو هو المجال اللي كانوا عاطينا من زيرو الى واحد، والكماله من واحد الى بلس لانفيني. فاوتوماتيكمون حتى انا غنبدا من زيرو لواحد، ومن واحد لبلس لانفيني، لان واحد هو الحل. وتحت من واحد هنا صفر، ضروري تحط صفر ينعدم. الاشارات راه الا شفتي اف بريم دو اكس راه يلاه كنت مبينه اف بريم دو اكس موجبه ما بين صفر وواحد، اصغر من صفر، وما بين واحد وبلس لانفيني اكبر من صفر. كنا ديجا دارسين الاشاره هنا موجب وهنا سالب، بالتالي داله تناقصيه تزايديه صافي. هنا وليدات الله يرضي عليكم بزاف ديال التلاميذ ما كيحطوش لي ليميت، خاصك ترجع تكون حاسب لي ليميت. لي ليميت كنا ديجا حاسبينهم، شوف لي زيرو بلس راه حسبناهم البارح، و جو بونس كو زيرو بلس راه غادي تكون بلس لانفيني صافي. بلاتي نجبدها لكم هنا باش تكونوا على درايه اكثر. زيرو بلس هيا زيرو بلس حسبناها البارح، زيرو صفر زيرو عطاتنا بلس لانفيني، وراه كانوا عاطينا ليا في الاسئله. ها هما هنا شوف الاسئله، زيرو بلس عطات بلس لانفيني، وهنا عطات بلس لانفيني. هنا الامر كان ابسط وكان اسهل. دونك لي ليميت عندنا بلس لانفيني راه باينه، خاصني نهبط من بلس لانفيني، نهبط القيمه الدنيا لا فالور مينيموم، نمشي لهنا الفوق بلس لانفيني، راه ما عندي في الامتحان. تبقى لي هنا صوره واحد اف لي واحد، رجع للداله ونعوضها في الداله. الداله هي واحد زائد واحد ناقص جوج على اكس، اكس هي واحد الان اكس يعني الان واحد. حنا عارفين ان الان واحد هاد الان واحد تساوي صفر، فالتالي غادي نحيدو هذا كامل زيرو زيرو في هادشي، غيبقى عندي اف دو ان صورة واحد تساوي واحد. اذا فهي القيمة الدنيا، واحد عطاتنا واحد، ها الحساب ديالها هنايا صورة واحد هي واحد. هنا حطينا لو طابلو دو فارياسيون جدول تغيرات دالة اف دو لا فونكسيون اف. الى بغيتي تزيد دو بلوس لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو، اكس كبر من زيرو، الاف دو اكس ليميت الاولى هي بلوس لانفيني، ليميت الثانيه اكس يؤول الى صفر، اكس اكبر من صفر، الاف لي اكس حتى هي بلوس لانفيني. هنا جو ماكسكوز، هنا بلوس لانفيني، ليميت بلوس لانفيني، اكس طون فيغ بلوس لانفيني، بلوس لانفيني حتى هي عطاتنا بلوس لانفيني صافي. دونك السؤال الموالي أربعة ألف حل في المجال زيرو بلس لانفيني المعادلة. السؤال الرابع ربعة ألف لنحل في المجال صفر بلس لانفيني زيرو بلس لانفيني المعادلة. والمعادلة هي على الشكل التالي، واحد ناقص اثنان على إكس ألان x ايغال زيرو. هنا راه كاين الضرب. دونك كانت هذه هي المعادله، وعطاني في السؤال حل المعادله التاليه، او لينا حل المعادله التاليه. لينا حلها بالنسبه لبيوف ريزولفون، ريزولفون لينا حل في المجال يعني ريزولفون لو فيرب ريزولد، ريزولفون دون زيرو بلس لانفيني ليكواسيون واحد ناقص جوج على x ln x تساوي زيرو. إذا بغينا نحلو هاد المعادلة هادي، في البداية غنبداو ليكن، شوف التحرير الله يرضي عليك، إكس عنصر من المجال صفر بلس لانفيني، بدا بها مزيان صافي. واحد ناقص اثنان على إكس قوسين إلين إكس يساوي صفر، يعني أن قسم المعادلة على جوج، يعني أن واحد ناقص اثنان على ln x هادشي اللي بين قوسين، ناقص اثنان على x تساوي صفر، او هادشي اشنو بقى عندنا ln x تساوي صفر. نقسم المعادلة على جوج من هنا ديم في الضرب، في الضرب يعني ان هنا شوف واحد حول الطرف الاخر غتبقى لك ناقص اثنان على x تساوي ناقص واحد، او ln x تساوي زيرو. حنا عارفين ان ln واحد هي زيرو، هذه الطريقه الاولى، يعني هذا العدد هذا هو واحد. الطريقه الثانيه اكسبونونسيال ln x مع x يكون موجب طبعا هي x، زدنا هذه هي الاكسبونونسيال،
و اكسبونونسيال زيرو هي واحد. اكسبونونسيال زيرو واحد، اكسبونونسيال ln x هي x، اكسبونونسيال ln x هي x، اكسبونونسيال زيرو هي واحد. يعني ان نزول الموان مع الموان صافي، انا باغي x هنا. الى قلبتي هذا جوج على x، ولا مثلا الى كانت عندنا ا على بي تساوي سي على دي، الى قلبنا الى قلبنا يكونوا الاعداد عام مثلا على الشرح، على الشرح غتولي بي على ا، قلبنا ا على بي ولات بي على ا، سي على دي غتولي دي على سي. غنقلبوا هنا ثاني المعادله، جوج على اكس هي اكس على جوج تساوي، وهنا تساوي واحد، واحد على واحد راه هو واحد، او اكس تساوي واحد. هذا يعني اكس تساوي، انا حاولت نمشي الحل بشويه باش ما نزربوش، وكاين اللي تيدير قاعده الثلاثيه، اكس تساوي جوج اللي كاين هنا كتمشي لعند واحد، جوج في واحد هي جوج، او اكس تساوي واحد. دونك هادو هما الحلول ديال المعادله. يعني اس اش كنعنيو باس؟ حرف اس كنقصدو به سوليسيون، سولوشن سوليسيون، يعني مجموعات الحلول، لونسومبل دي سوليسيون. اس كنقصدو بها سوليسيون، تنديرو اس ضروري دير لامه، هذه لامه اكولاد ضروري نديرو لاكولاد، الحل واحد جوج سد لاكولاد صافي، كيفيه التحرير باسلوب جيد بيان سور. هنا سوا اكس دو لانترفال 0 بلس لانفيني الا بغيتي. دونك هنا لقينا الحلول ديال المعادله. ما يمكنش عطاونا في الامتحان الوطني تلميذي العزيز هذا السؤال هذا عشوائيا، ما يمكنش عطاوني في الامتحان الوطني هذا السؤال عشوائيا، واكرر ما يمكنش تعطانا هذا السؤال هذا هنا 4000 في الامتحان الوطني عشوائيا، دخلها لدماغك. لا يمكن طرح اي سؤال في الامتحان الوطني عشوائيا، كل سؤال له هدف معين، يعني السؤال اللي ماجي من بعد منه غنحتاجوا هذا الشيء هذا، رد معايا البال. دونك ندوزو لا بارتي سويفونت، شوف معايا الامتحان، شوف السؤال هنا. استنتج ان المنحنى السي يقطع المستقيم دي، استنتج ان المنحنى السي يقطع المستقيم دي في نقطتين يتم تحديد زوج احداثيتيهما. تذكير كيف ما قلت لكم في مباشر امس ولا في سطوري، كل سؤال نحتاج فيه الى تذكير غادي نديرو تذكير. اذا قال لي استنتج ان المنحنى السي يقطع، اذا كان او لا، اذا كان مثلا، اذا كان المنحنى السي، شد معايا هذه الفكره هذه الله يرضي عليك، كوب يعني يقطع، اذا كان فكره انا بغينا نكتبوا فكره، اذا كان المنحنى السي يقطع المستقيم دلتا في نقطتين فهذا يعني ان هذه الافكار للمعادله اف لإكس ناقص إيكغيك تساوي صفر حلين. ما معنى هذا استاذ؟ تحياتي لك اخي ايوب بارك الله فيك. اذا كان المنحنى السي، قالك سيدي اذا كان المنحنى السي يقطع المستقيم دلتا، ها هو دلتا، إلا كان كيتقاطع مع المستقيم جوج ديال المرات، يعني راه هاد المعادلة، هالمعادلة اف اكس ناقص ايكغيك عندها جوج الحلول. أجي بعدا تكلم لي أستاذي على اف اكس ناقص ايكغيك. هاهي لتحديد نقط تقاطع، باش نحددوا نقط التقاطع، ملي تيطلب مني هاد النقط هادو ديال التقاطع، ملي كيطلب مني هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي. لتحديد نقط تقاطع المنحنى سي مع محور، او عفوا مع المستقيم، تداخل المعلومات والافكار مع المستقيم دلتا، نحل المعادله. شنو هي المعادله اللي خاصني نحل؟ اف لاكس ناقص ايكغيك تساوي صفر، بيان سور في واحد المجال معين اي صافي، تقاطع في مجال، حيت هذه المعادله غتكون صحيحه في واحد المجال. الفكره المهمه دابا نجمع معك الافكار تلميذي العزيز، علاش كنقول لك راه اللي تبع حصص مباشره اكيد طبعا احسن محتوى سوف يتلقاه،
يعني الهادف الصح اللي خاصك تقرا بيه باش دوز الامتحان الوطني ديالك مزيان حتى حاجه ما تنقصك. دونك لتحديد نقط التقاطع هاد نقطتين مثلا النقطه ا والنقطه بي، نحل المعادله اف لاكس ناقص ايكراك. هذه هي المعلومه الاولى، خاصها تكون عندك هذه اف لاكس ناقص ايكراك. هل هذا واضح؟ اذا نحسب اف لاكس ناقص ايكراك تساوي صفر، هذه معادله كنحل المعادله. شوف النقطة الثانية، الملاحظة الثانية اللي عطيتك، إذا كان المنحني السي يقطع المستقيم دلتا في نقطتين، إذا قالوا لي راه كاين تقاطع في نقطتين، يعني للمعادلة حلين، المعادلة عندها حلين بناء عليه. دونك حنا غنمشيو للسؤال، طبعا شوف معايا السؤال ب، يلا الله يرضي عليك ما بقاش لنا بزاف. السؤال ب بقى ب جيم فالور إنشاء ب، استنتج ان المنحنى السي يقطع المستقيم دي جيم. باش نستنتجوا ان المنحنى السي يقطع المستقيم دي في نقطتين، شنو خاصنا نحلوا المعادله اف لي اكس ناقص ايكغيك. كنبدا ليكن اكس من المجال 0 بلس لانفيني، انا بديت في الحل هنا. شنو المعادله اللي قلت لكم خاصنا نحلوا اف لي اكس ناقص ايكغيك، انا نكتب هنا ايكغيك ماشي مشكل. شنو هو تعبير اف لي اكس؟ اف لي اكس هي اكس زائد واحد على اثنان، او واحد ناقص اثنان على اكس الان اكس، وكنا ديجا حاسبين ناقص. غير باش نذكركم ان ايكغيك كان عندي، انت غتحصل في ايكغيك. شنو هو ايكغيك؟ غتهز الامتحان وغادي تمشي الذي معادلته اكس تساوي، او ايكغيك تساوي اكس، صافي؟ يعني ايكغيك تساوي اكس، ايكغيك تساوي اكس، ها هو اكس. وراك درتها من قبل، شطبنا على هادو بجوج وبقات لينا واحد ناقص اثنان على اكس الان اكس، مازيان. واش قلت لكم انا؟ باش نحلوا هاد، باش نعرفوا نقاط التقاطع نحل المعادله. يعني شنو المعادله اللي عندي؟ هذا راه كنا حاسبينها، اف لي اكس ناقص ايكغيك يساوي زيرو، هذه هي المعادله. يعني واحد ناقص اثنان على اكس الان اكس تساوي صفر. وهذه المعادلة هي اللي حلينا في السؤال اللي قبل، اللي لقينا عندها جوج الحلول، لقينا ان اكس تساوي، وذكر اعزائي هي اللي لقينا قبيلة، لقينا ان اكس يساوي واحد واكس يساوي جوج. هو السؤال اللي قبل من هذا، داكشي علاش قلت لكم راه حتى سؤال ما عشوائي، اكس يساوي واحد او اكس يساوي اثنان، صافي؟ اكس يساوي واحد او اكس يساوي اثنان، ومنه المستقيم دي يقطع المنحنى سي في نقطتين، في نقطتين افصلاهما واحد واثنان. بغيتي تحط نقطتين حطهم، بغيتي تمشي تحط غير الافاصيل حط الافاصيل، في نقطتين افصلاهما اكس يساوي واحد و اكس يساوي اثنان. او انك تجي تدير في نقطتين تحط هذوك النقاط، مثلا غنسميها انا ا واحد وصوره واحد هي واحد، و بي في نقطتين ا واحد وصوره واحد هي واحد، بي جوج غيخصني اف جوج، غادي نحتاج نحسب اف اثنان. سمعت؟ ضروري غنحتاج هذه اف اثنان، انا غادي نوريها لكم. اف لي اثنان تساوي الداله كانت عندنا هي اكس، اكس غنعوضها باثنان زائد واحد ناقص اثنان على اثنان الان اثنان تساوي اثنان زائد واحد ناقص اثنان على اثنان هي واحد الان اثنان. حسبها غير في الكالكولاتريس باش ما تمحنش، اثنان زائد واحد ناقص واحد صفر في الان اثنان، غيمشي هذا وتبقى تساوي اثنان. وانا نعطيك معلومه واحده اخرى الله يرضي عليك، خاصك تشد في دماغك باش ما تبقاش تمحن في الحساب. انا خاصني تلتقط الاشارات وتلتقط المعلومات. هذا المستقيم هو اكس يساوي ايكغيك. هذا المستقيم عنده ميزه، عنده ميزه زوينه. شنو هي الميزه ديال هذا المستقيم اكس يساوي ايكغيك؟ حاله خاصه، الا كان عندكم اكس يساوي ايكغيك او ايكغيك تساوي اكس، ما تبقاش تحسب في الاحداثيات، راه باينه واحد واحد، جوج جوج، ثلاثه ثلاثه، ربعه ربعه. التقطت الاشاره الله يرضي عليك، فاش يعطيكم التقاطع مع هذا المستقيم ديال المعادله، هادشي تنقول لك غير على اكس يساوي ايكغيك.
اتمنى ان يكونوا تلاميذ ما كانش مثلا مشى بغى يعوض الصوره. انا لو فيكو حطيت هنا اف لاثنان كنت انتظر ان الصوره غادي تخرج اثنان. علاش؟ لان المستقيم اللي غنتقاطع معاه في إيكراك هي إكس، يعني الأصول هو الأرتب، بما أن الأصول هو إثنان فالأرتب غيكون هو إثنان، والأصول هنا هو واحد فالأرتب أكيد طبعا ما غيكون هو واحد، وهذا تيبقى استنتاج بناء على معرفة التلميذ. يعني قد ما تزادوا عندك مهارات أكثر، قد ما تزادوا عندك معلومات أكثر، فأكيد كيف ما جا التمرين كيف ما كنقولوا غادي تمشي معاه، غادي تدور معاه. دونك هذه الفكرة اللي طرحنا دابا خذها الله يرضى عليك بعين الاعتبار. صافي، هنا للتوضيح منين جات اف لي اثنان، يعني لا داعي للحساب. جوج ديال النقاط ديال التقاطع اللي كانوا، وتنقول لك هذا الشيء صحيح اذا كان اكس يساوي ايكراك. هنا فين كنلقاو تلاميذ عندهم معرفه وازنه شامله عامه، كيكون ضابط الامور ديالو. هذا الشيء صحيح اذا كان اكس يساوي ايكراك. صافي، نمر الى السؤال الموالي. اعزائي، السؤال الموالي في الوضع النسبي. فين هو الوضع النسبي؟ بين جيم، بين ان اف لي اكس اصغر من او يساوي اكس لكل اكس من المجال 1 2. لنبين ان، ونشرح لكم هنا السؤال، هذا الشيء غنوظفوه في انشاء المنحنى. لنبين ان اف لي اكس اصغر من ها هو رمز اصغر او يساوي اكس لكل اكس من المجال 1 2. لاحظ معايا عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذه، هنا تم التركيز على المجال 1 2 فقط، يعني ركزنا على المجال 1 2 مع العلم انا كنت خدام من واحد حتى البلوس لانفيني، ويلا خدمت في المجال 1 2 وتبع معايا الى اخر رمق باش نديروا المنحنى اللي غادي نشرشموه ان شاء الله باذن الله في الرسم بشكل واضح. ما تنساش، شوف معايا الاكس هذه، راه هنا المعرفه، هنا المعرفه. تلميذي الغالي، اون فوا هاد اكس هادي اللي درت لها انا سهم، دارتو الاستاذه في فرض المساله، للاسف ما كنا غنحاولوا نزربوا على اكسبونونسيال باش ندوزوا الفروض احسن هاد المره. هاد اكس هذا راه هو ايكغاك، يعني عندو علاقه بالمستقيم دي، عقل عليها الله يرضى عليك. هاد اكس اللي كاين هنا ما هو الا ايكغاك، وايكغاك هي معادله المستقيم دي، هي ليكواسيون دو لا دغوات دي. اف لي اكس قال لي بين ان اف لي اكس اصغر من اكس لكل اكس من المجال 1 2. شوف معايا، التقط معايا واحد الاشاره الله يخليك. نحاول هنا نبينوا بمجموعه من الطرق، غادي نرسم واحد الجدول باش نوضح لك واحد المساله واحد الفكره الله يرضى عليك. دونك المعادله اللي كانت عندنا حنا اللي فيها اكس على ما اظن اكس اكس واحد ناقص 2 على اكس ln x. شوف معايا الدراسة بشوية الله يرضى عليك، من صفر هنا x، هنا كانت عندنا f ل x ناقص y ديال الوضع النسبي من صفر إلى بلوس لانفيني. فقط هنا غنشرح لك وغادي نعطيك مدخل، غنعطيك مدخل. الحمد لله أيوب، برافو، تحياتي، مازال تزيد إن شاء الله. نعطيك مدخل، لقينا مجموعة من الحلول. شنو هما الحلول اللي قلنا لقينا؟ لقينا الحلول هي واحد واثنان، هنا الانعدام، وهنا الانعدام، مع العلم اننا عندنا قيم ممنوعه. مزيان، طبعا الى انعدم هذا راه هو هذا، هو اف لي اكس ناقص ايكراك. دونك هنا كاين زيرو، حتى هنا كاين زيرو. بالنسبه للاشارات، وخاصك ترد البال الله يخليك، رجاء بالنسبه للاشارات هنا فين تتوقع لخبطه عند التلاميذ. دابا الاشارات واش غتكون هنا بلس بلس موا، او غتكون موا موا بلس؟ ركز مزيان قبل ما تجاوب الله يرضي عليك. ندير لكم واحد الطابلو مساعد عاد باش نعطيو التحرير باسلوب كامل. دونك من الاحسن نتوما باش تفهموا اكثر نديرو لكم، ندير وحده بوحده. غناخذ المعادله واحد ناقص 2 على اكس، والمعادله ln اكس. هنا اكس كانت عندنا واحد ناقص 2 على اكس ln اكس، هنا غنديروا الجداء، يعني الضرب واحد ناقص 2 على اكس ln اكس. كل خانه كنديروا فيها حاجه بشويه، فرق تسود. واخيرا الخانه المهمه هي اف ل اكس ناقص ايكغاك، هذه راه بحالها بحال هذه، هذه هي هذه، هذه هي هذه، صافي هذه هي هذه.
تحية الأبناء تاجر، تحياتي لك يا غالي. هنا صفر، قيمة ممنوعة حيث إكس في المقام قيمة ممنوعة لأنه كاين ألان إكس وقيم ممنوعة هنا كذلك. الحلول اللي كانوا عندي هما واحد واثنان هنا إلى بلوس لانفيني. هنا لاحظ معايا اثنان هنا تنعدم صافي، واحد ها فين غينعدم في الألان، وهذه قاعدة، واحد عنده علاقة بألان إكس ينعدم في ألان إكس، اثنان تنعدم في واحد ناقص اثنان على اكس، وهذه اسهل طريقة اللي كانت غادي تجيكم مزيان. ما بين الجذرين موان، واخا غنشوف. هنا بالنسبة للانعدام ينعدم الاثنان معا بجوج غينعدموا، هاد الحلول بجوج كينعدموا في التعبير اللي كاينين، وهذا اللي قلت لك هنا راه هو هذا بحاله. فطبعا هنا تنجيو الإشارات، إشارة أ عكس إشارة أ. دابا الله يرضي عليك، رجاء بالنسبة لألان إكس، الان اكس راه الاشاره ديالو شهيره ما بين 0 و 1 سالب، الالان ما بين 0 و 1 دائما سالب، ومن 1 الى بلس لانفيني غيكون موجب. هذا اشاره الان، هذه يعني جدول شهير، الالان ما بين 0 و 1 دائما سالب، وما بين من 1 الى بلس لانفيني موجب. ملي غنجيو للاشاره هنا الله يرضي عليك، ملي غنجيو للاشاره هنا اعطيني الاشاره الله يرضي عليك، هالخانه اللي كتمنينا اعطيني الاشاره هنا، كيفاش غتكون الاشاره هنا الله يرضي عليك. يلا الله يخليك، الاشاره هنا ما زلت انتظر الاجوبه. الاشارات ها صفر، قول لي على يمين صفر وعلى يسار صفر، والطريقه راه ساهله باش تقدروا تعرفوا اكثر النتيجه. الله يرضي عليكم. انا غير واضح، علاش مونير بلوس؟ مونير علاش بلوس مونير؟ علاش بلوس مونير؟ علاش مونير بلوس يا مونير؟ مزيان بعدا ملي انك حاضر والله الا مزيان. لا بلاتي بلوس، واش هنا واش في اليمين كاينه بلوس؟ مو إشارة أ، فين غادي نوضع إشارة أ؟ واش في اليمن هاد الخانة اللي على اليمين، الخانة اللي بالأصفر غنوضع فيها بلوس؟ ورجاء الله يرضى عليكم عند كتابة التعاليق حاولوا ما أمكن، الله يخليكم، ما أمكن أنك تعطيني التعليل علاش بلوس. صافي نرجع نوضح لك واحد المعادلة اللي كنا لقينا قبيلة. على اليمين موان على اليسار بلوس، واخا نوحد المقامات وغتعطينا اكس اشارة موجبة. الله يرضى عليك، الله يرحم لك الوالدين، الله يرضى عليك. رد معايا البال، رد معايا البال، واحد ناقص اثنان على اكس، ما عمرك تحكم على اكس ملي تكون كتغير الاشارة، بعد توحيد المقامات غتولي اكس ناقص جوج على اكس. اكس هنا عندو معامل موجب وهنا عندو معامل موجب، هنا فين كاين الكارثان شيا، دونك هنا كاين بلوس وهنا كاين موان، هنا كاينه موان. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية شنو هي الطريقة الثانية؟ خذ غير بالتعويض، سير عوض بواحد، عوض في بلاصة إكس عوضها بواحد، غتولي واحد ناقص اثنان على واحد، هي واحد ناقص جوج، هي ناقص واحد، إذا إلا عوضنا بواحد كنلقاو سالب، يعني هاد الخانة واحد خاص يكون حدا سالب سالب. يا يعني إما ندير التعويض، إلا عوضتي بشي عدد كبر من جوج مثلا من هنا غتلقى نتيجة موجبة. صافي الى عودتي بشي عدد كبر من جوج رجعتي عوضتيه غتلقى نتيجه موجبه. رد البال للتعابير من هذا الشكل، واحد ناقص اثنان على اكس، في اتونسيون شو دابا شحال من واحد ما كاتش عنده الفكره، هنا ملي تلقى واحد ناقص اثنان على اكس في اتونسيون دير توحيد المقامات الله يرضي عليك. بلوس بلوس بلوس، الموان مع البلوس موان، الموان مع الموان سي بلوس. صافي، وهذه الخانه قلت لكم راه هي هذه بحال بحال، بلوس موا بلوس، خاصها تكون كوبي كولي ديالها. إذا شنو قالوا لي هما؟ جا السؤال قال لي بين أن اف لي اكس أصغر من اكس غير من خلال الجدول هذا. دونك هنا من خلال جدول إشارة اف لي اكس ناقص إكراك مثلا، هذا يمكن اعتباره من بين أجوبة. مثلا إلا مشيتي بهذه الطريقة رسمتي الجدول، إلا رسمتي الجدول تقدر بناء على الجدول اللي كاين هنا من خلال جدول إشارة
اف دو اكس ناقص ايكغيك صافي، او تنديرو باستثمار مثلا، كاين بعض التلاميذ عندهم اسلوب جيد، باستثمار معطياتي او نتائج لي ريزولتا لي دوني بيان لي ريزولتا، نتائج جدول اشاره اف دو اكس ناقص ايكغيك، جدول اشاره اف دو اكس ناقص ايكغيك، نستنتج او دير جوج ديال النقاط للتفسير، فان اف لي اكس ناقص ايكغاك اصغر من صفر لكل اكس من المجال واحد اثنان. ها هو المجال واحد اثنان، يعني هو هذا اللي كاين، ها اف لي اكس ناقص ايكغاك سالبه، يعني سالبه، والمجال طبعا الذي نشتغل به هو المجال واحد اثنان، يعني ان او بالاحرى اف لي اكس ناقص اكس اصغر من صفر لكل اكس من المجال واحد اثنان. لنا عودة الى السؤال، اف لي اكس اصغر من اكس لكل اكس من المجال واحد اثنان. دونك كان هذا هو الجواب على السؤال، اف لي اكس اصغر من اكس لكل اكس من المجال واحد اثنان. صافي، انا حاولت نعطي معطيات هنا للشرح، يمكنك البدء من خلال هذا السطر هذا لدينا. اذا صافي، باستثمار معطيات هذا الجدول هذا، انا حاولت انا نخدمهم على طريقتين. اذا هنا بالنسبه للاشارتين، فالاشارات كانت موجبه سالبه، هنا سالبه كذلك، هنا موجب هنا موجب، يعني يمكنك الاستعانه باحد الجداول التاليه، يا اما هذا الجدول هذا او هذا الجدول هذا. وكاين طرق اخرى طبعا، اللي على سبيل المثال الله يخليك، انت عارف ان اف لي اكس ناقص اكس ام 2، طريقه ثانيه اف لي اكس ناقص اكس تساوي طريقه ثانيه ام 2 اف لي اكس ناقص اكس. شنو هي اف لي اكس ناقص اكس؟ بكل بساطه اللي متبع دابا في الامتحان، هي واحد ناقص اثنان على اكس الين اكس. خاصني نبقى نخدم معكم امتحانات بحال هكا باش تولفوا على هذه الخدمه هذه، واحد ناقص اثنان على اكس الين اكس، خاصني نعرف دابا هادشي. هذا حنا عندنا حسب الدرس راه عندنا الين اكس اصغر من او يساوي، او عفوا اصغر من او يساوي صفر، وي لكل اكس من المجال زير واحد، الالين ديما، و الين اكس موجب لكل اكس من المجال واحد بليس لانفيني. انا باغي نخدم غير في واحد جوج، انا نشرح لكم عاوتاني بطريقه اخرى، يعني الين اكس غادي يبقى موجب اكبر من صفر في المجال لكل اكس من المجال من واحد حتى لجوج، بما انه من واحد لبلوس لانفيني موجب، اذا راه حتى من واحد لجوج غتبقى الين اكس موجبه. الالين طرقناها تهنينا منها، واحد ناقص جوج على اكس، انتم عندكم اكس ينتمي الى المجال واحد اثنان، ياك، اي اكس سوف يكون محصور ما بين المجال واحد اثنان، لان عندي اكس ما بين واحد واثنان. هنا عندنا المقلوب واحد على اكس، واحد على اكس محصور، درت هنا المقلوب اثنان كنقلبها كتعطينا واحد على اثنان، واحد كنقلبها كتعطينا واحد على واحد هي واحد، عدي الفوق اثنان، كل شيء في اثنان، يعني اثنان في واحد على جوج، جوج في واحد على اكس، جوج في واحد هي جوج. دونك غنحيد جوج مع جوج، غيبقى عندي واحد اثنان على اكس، هنا اثنان، غنشوف واش تعطيك النتيجة. دونك كل شيء مع عدو ناقص هنا قبل منه، كل شيء خاصو ناقص، بحال غنديرو ناقص الوسط جوج على اكس، جوج غنزيد ليها ناقص وخاصني نقلب الترتيب، واحد غنزيد ليه ناقص مع تغيير الترتيب، في الاخير دايرين هنا زائد واحد، يعني ناقص اثنان غادي نزيدو، اولا واحد غادي نزيدو على ناقص اثنان، وواحد غادي نزيدو على ناقص جوج على اكس، وواحد غادي نزيدو على ناقص واحد. صافي، زدنا فيهم كاملين الاطراف واحد. لاحظ معايا عزيزي التلميذ، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، واحد ناقص اثنان على اكس، واحد ناقص واحد هي صفر. اذا هذا التعبير هذا اللي كاين هنا سالب، علاش سالب؟ لان محصور ما بين زيرو وناقص واحد، شتي كاين من زيرو ناقص واحد، يعني سالب. صافي، دونك سالب. اذا في المجال، ملي قلنا في المجال واحد على جوج ودرنا هنا التأطير، لقينا هذا تا هو كيفاش داير هنا؟ سالب. وهذا الان اكس كي داير هنا؟ موجب. سالب في موجب، اذا سالب، يعني بالاستنتاج، يعني راه اف لي اكس
ناقص اكس سالب، وهذا يعني ان اف لاكس اصغر من او يساوي اكس. واسسنا هنا التحرير كان دون روابط فقط للاشاره، يعني نقدر نعتمد ايضا كذلك على التقطير. صافي، كانت هذه مجرد اكتساب مهارات يمكن الاعتماد على التقطير حتى هو ممكن. اذا حاولنا هنا الاجابه بطريقتين، واستنتج الوضع النسبي للمنحنى السي والمستقيم دي. قالوا لي المنحنى السي والمستقيم دي، حنا لقينا اف لي اكس اصغر من اكس، ياك لكل اكس من المجال 1 2 اف لي اكس اصغر من اكس، هاد اكس هي معادله المستقيم دي، وهاد اف لي اكس هي صيغه او التعبير الخاص بالداله اف. مزيان، اذا اف لي اكس قال لي صغر، اذا كان صغر يعني استنتاج المنحنى سي تحت المستقيم دي على المجال 1 2 على المجال 1 2. علاش تحت؟ شنو هو الرمز هذا اللي كاين هنا؟ اصغر لا كورب، المنحنى سي لا كورب سي اي اون ديسو لتحت، اون ديسو دو لا دروات دلتا دي، دو لا دروات دي سور لانترفال 1 2. لا كورب سي اي اون ديسو يعني لتحت. ودابا غندوزو لعند انشاء المنحنى. اعزائي غادي نسقوا المستقيم دي والمنحنى سي في معلم او اي جي، وكاينه واحد نقطة انعطاف واحدة، عطاونا نقطة انعطاف، هنا ما في باس نطرقوا للإنشاء بالتفصيل الممل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نكملوا الإنشاء، عطيني الأجوبة في التعليقات، الله يرضى عليك. نتوما من الاحسن كما كنقول للتلاميذ دائما رسموا غير من جهه 0 بلس لانفيني فاش يكون عندكم اعلان، حيت عندنا من 0 الى بلس لانفيني. هنا المنحنى غنقسمو التدريجات بواحد، عندنا الوحده هي 1 سنتيمتر، راه معطيه في التمرين الفوق في الامتحان كيكونوا عاطينك الوحده لونيتي سي 1 سنتيم. صافي 1 سنتيمتر، دونك 1 2 3 4 5 6 7 اي 8. صافي بارك عليا انا، دونك غنمشيو غنقسمو عاوتاني هنا الوحده 1 سنتيمتر، المعلم مو منظم يعني غنقسمو كامل بلي 1 سنتيم، دونك بلي 1 سنتيمتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اي 10 اي 10. دونك اول حاجه الله يرضى عليكم رجع معايا للتاويلات الهندسيه، الى رجعتوا انا نكتب لكم هذاك الشيء اللي كنا لقينا، نكتب لكم المعطيات اللي كنا صبنا باش تعرفوا ترسموا مزيان. في بادئ الامر كنا قمنا بحساب ليميت اكس يؤول الى صفر اكس اكبر من صفر لي اف لي اكس، وعطاتنا النتيجه بلس لانفيني. هنا كنا قلنا مقارب عمودي، كنا لقينا مقارب عمودي معادلته اكس تساوي صفر، لقينا مقارب عمودي ياك. مزيان، هذه هي الاولانيه. الثانيه باش نرسموا هذو ونبنيو عليهم الافكار، حسبنا كذلك لقينا فرع الشيء الجميع بجوار بلس لانفيني، حسبنا لا ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني اف لي اكس ناقص ايكغاك، وعطاتنا النتيجه بلس لانفيني. هنا لقينا اسامبتوت، اون اسامبتوت عمودي مقارب عمودي يعني اسامبتوت فيرتيكال. من بعد منا لقينا برونش بارابوليك، برونش بارابوليك لقينا فرع شلجمي، فرع شلجمي فرع شلجمي في اتجاه المستقيم، في اتجاه المستقيم دي الذي معادلته إيكغاك يساوي إكس. مزيان، هنا بعض الأمور
غادي نشرحوها كامله كيفاش غادي نديروا التراساج. صافي لقينا اف تناقصيه على المجال 0 1، انا غنديرها في ملخصه على الشكل التالي: اكس هنا غنحط نيشان انا اف لي اكس من 0 قيمه ممنوعه فيها المقارب و بلس لانفيني، وهنا 1. لقينا ان المنحنى تناقصيه على المجال 0 1 هبطت لواحد، وتزايديا هنا بدات من بلس لانفيني هنا بلس لانفيني. شوف غندير معاك انشاء المنحنى وتفهم مزيان، يعني غادي تابع المعطيات. لقينا كذلك التقاطع، تترجع تشوف كاع كلشي. لقينا السي يقطع، انا غنرسمهم وحده بوحده، يقطع دي في سميتها ا 1 1 و بي لقيتو عاقلين 2 2 الناس اللي كانت متبعه. لقينا نقط تقاطع، وتحيه لتلميذتي الغاليه والعزيزه تلميذتي احلام، قبل ارسلت لي الرساله كملات الامتحان، وشكرا على الرساله الطيبه، ومازال ان شاء الله باذن الله تمشي عند معدلات اعلى واعلى ان شاء الله باذن الله. هي مساله ثقه فقط كما سبق وذكرنا، والحمد لله والشكر لله راه مجهودنا لا يضيع، يعني قبيله البنيه فرحانه ومازال تفرح اكثر ان شاء الله باذن الله. دونك سي يقطع دي في ا 1 1 مزيان. وشنو الوضع النسبي؟ في الوضع النسبي قلنا المنحنى، انا غادي بالترتيب الله يخليكم، المنحنى السي تحت المستقيم دي على المجال 1 2، كل معطى غنستغلو. هانتوما شوف معايا مزيان، اول حاجه انا عارف هنا كاين مقارب، هنا كاين مقارب قيمه ممنوعه في الزيرو قيمه ممنوعه، اذا هنا راه كاين عندنا واحد المقارب لا داعي لاننا نرسموه، هو هذا ياك، هو اكس تساوي معادله اكس تساوي 0. تعلموا تحطوا هذه المعلومات، هذا اكس تساوي 0 راه هو محور الاراتيب، محور الاراتيب هذه الا بغيتي مباشر غني بالمعلومات، اكس تساوي 0 هو محور الاراتيب، اكس تساوي 0 محور الاراتيب لاكس دي زوردوني، وإلا كان عندنا إيكغيك يساوي 0 هو محور الأفاصيل. صافي ملي كيقول لك كيساوي 0، هادو الناس اللي باغا تزيد تفهم أكثر وباغا تضبط الأمور أكثر، إكس يساوي 0. هذا كان عندنا مقارب، عندنا مقارب ثاني، عندنا عفوا فرع شلجمي، فرع شلجمي في اتجاه المستقيم دي، هاد المستقيم دي ضروري نرسموه ناخذ النقط ديالو، معادلته إكس تساوي إيكغيك. شوف ثاني عاوتاني نعطيك معلومة أخرى، إكس تساوي إيكغيك يسمى المنصف الأول، لا بخومييغ بيسيكتريس، كاين اللي عارفها ياك؟ اللي عارفها يحطها في التعليقات، اللي ما عارفهاش يعقل عليها. إكس تساوي إيكغيك هذا المستقيم يسمى المنصف، هذه معادلة المنصف الأول، لا بخومييغ بيسيكتريس، وديما يبقى يدخلك الفضول، وشناهي أستاذ المنصف الثاني؟ واخا، شناهي الميزة ديال هذا المنصف الأول؟ يعني هو أسهل مستقيم يترسم، 1 مع 1، 2 مع 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 7 7، 8 8، اسهل مستقيم ممكن ترسمه هو هذا، هنا غيكون النقطة الثالثة، دونك هو اسهل مستقيم، هو كيقسم المعنى، فهمت؟ كيقسم هذيك الزاوية القائمة ل 45 درجة 45 درجة، كيتسمى المنصف الأول. فوالا، دونك هذا قلنا هو المستقيم ديال المعادلة استسمح إيكغيك يساوي إكس، هذه هي معادلة المستقيم. مزيان، غترجع معايا شوف معايا ثاني، هنا عندنا فرع شلجمي أنا غادي نرسمو، دابا هذا هنا مقارب، المقارب كانت عطاتنا بلوس لانفيني، غتبقى ترسم غير بالأجزاء وتزكى، رسم غير الجزء الأول وتزكى، رسم هنا ها الجزء الأول هو هذا، صافي حيت عندي مقارب غيجي الفوق بلوس لانفيني على اليمن، علاش جينا هنا؟ ماشي من هنا، خاصك ضروري تجي من هنا، المنحنى تبدا من هنا، حيت هذا هنا كاين هنا، هذا هنا شنو هو اللي عندنا هنا؟ مقارب، وعلاش بدينا من الفوق ماشي من التحت؟ راه كانت عندنا واحد النتيجة اللي هي بلوس لانفيني، والدالة غادي تكون تناقصية، غتنقص، شوف، غتنقص وغتمشي حتى لواحد، وغتعاود تطلع، واخا، ثاني شيء، سي يقطع المستقيم دي في 1 1 و 2 2، عندنا نقطة تقاطع هنا وهنا. هذه نقطة هي مزيانة، يعني أن هذا المنحنى هذا غادي يبقى غادي حتى غادي يوصل هنا مبدئيا، حتى غيوصل لهنا، صافي حتى غيوصل لهنا، وغادي يدور هنا من عند المماس، لأن هنا عندي مماس هنا في 1 1 راه كاين مماس، وكاين في نفس الوقت نقطة تقاطع، وفي نفس الوقت لاحظ معايا المنحنى السي تحت الدي
في واحد جوج، من واحد لجوج خاص المنحنى يكون تحت المستقيم، ها هو لتحت، ها المستقيم تحت منه، صافي فاهمين؟ دونك لحد الان، لحد هنا نتمنى ان الامر يكون واضح، الله يرضى عليك. باش انا غادي نعاود معاك عاوتاني لا دوزيام فوا ونكملوا. وجينا عاوتاني قال لي المنحنى السير كاين واحد الملاحظه مهمه تماك، يقبل نقبل ان المنحنى السير نقطه انعطاف وحيده افصولها محصور ما بين 2.4 و 2.5، 2.4 و 2.5 هنا خاصنا ضروري نعرفوا الصوره ديالها، صوره 2.4 وصوره 2.5. دونك هنا كانت عندنا نقطه انعطاف، كاين عندي انعطاف قال لك افصولها، ها هي راه مكتوبه في الامتحان، افصولها تبع معايا المره الثانيه حيت الشرح اكثر غيكون في المره الثانيه وغتفهم اكثر. نقبل ان للمنحنى السي نقطه انعطاف وحيده عندو ان بوان دانفليكسيون افصولها محصور بين 2.4 و 2.5 قريبا ل 2.5، فهمت؟ تقريبا هنا، هنا كان عندنا، هنا عندنا الافصول، خاصنا الصوره، طبعا صوره هذه النقطه هذه 2.4 مفهوم، باش يكون عندنا الانشاء مضبوط اكثر. المهم عندنا حنا واحد نقطه انعطاف، الو شنو غيوقع عندي في نقطه انعطاف؟ نرجعوا نشرحوا نقطه انعطاف. نقطه انعطاف الشكل غيكون عندي محدب وسوف يصبح مقعر. بغيت نوريكم واحد لا تكنيك، الله يرضى عليكم، نجيب كالكولاتريس باش تشوف المنحنى كيفاش يطلعوا النقط، ما تبقاو تلقاو حتى المشكل. اذا غنتراسي هنا مجموعه من النقط، نحسب مجموعه من النقط، نحسب الصور ديالهم. دونك في الاول كانت عندنا صيغه الداله هي اكس، اذا هنا هي اكس زائد قوس، زائد قوس طبعا واحد. هذه الطريقه راه علمت انا الوليدات ضروري كنخدم معاهم باش يبقاو يخدموا مزيان، ضروري خاصهم يخدموا واحد ناقص، علمتهم يخدموا بلا كالكولاتريس في القسم عندي او في الاقسام بجوج، اثنان على اكس، دونك هنا اثنان على اكس نسد القوس في الم اكس، في الم انا نعطيك علاش هنا الهدف من اننا نحسبونا في الم اكس. دونك تساوي هنا باش راني طابيت هنا الداله في الم اكس تساوي هنا ستار، البدايه غنبدا من عند واحد، نبدا من عند واحد، والنهايه طبعا باش يكون عندي المنحنى باش يبان لكم مزيان انا نحاول ندير حتى العشرة، غادي ناخذ حتى العشرة تساوي ستيب، غادي نخلي واحد يعني الخطوات اللي غادي نتبعو واحد. هنا غادي يخرج عندي طابلو، الطابلو انا غنكتب لكم القيم ديالو كاملين. اذا فصورة واحد هي واحد كما قلنا قبيله، صورة جوج هي جوج، دونك هنا نكتبو الطابلو هنا، صورة واحد هي واحد، صورة اثنان هي اثنان، انا كنقولهم دابا من الكالكولاتريس غنكتبهم لكم كاملين. ثلاثة ليماج ديالها هي 3.36، صورة ربعة هي 4.66، صورة خمسة هي 5.96، صورة ستة هي 7.1 أو 0.19، غنخدم بسبعة فاصلة جوج، صورة سبعة هي 8.38، صورة ثمانية هي 9.55، باش نحط المنحنى مقاد مقاد مقاد، تسعود غادي تعطينا 10.7، وصورة العدد 10 اخر صورة اللي اختاريت هنا هي 11.84. اذا هادو الصور بالاعتماد على الالة الحاسبة، لقيت انا الصور. غادي نجي مثلا كروازي، قلنا صورة واحد هي واحد، واحد مع واحد، جوج مع جوج، اللي خدم بمسطرة غتجي الخدمة سهلة. دابا فين هي المسطرة؟ دابا غتجي الخدمة سهلة. صورة العدد 3 شوف معايا 3 سنتيم مع 3.36، 3 غندير ليها 3.3 تقريبا هي 3.36، وغادي نرجع نكمل لكم الله يرضى عليك نقط الانعطاف. صورة العدد 4 هي 4.69، 4.7 69 راه هي فاصلة 7، يعني نديرو 4 ها 4.7، دونك غادي تمشي النقطة لهنايا صافي. صورة العدد 5 هي 5.96، صورة 5 هي 5.96، 5.96 تقريبا راه هي 6، ها هي دونك غتكون عندي النقطة هنا، غادي بلي سنتيمتر. صورة 6 هي 7.1، صورة 6 هي 7.1، بلاتي نكملوا عاد باش نجاوبكم على الأسئلة ديالكم. ها هو غادي تندير فرع شل جامي، دابا غندير فرع شل جامي 7.1. صورة العدد
صورة العدد وصلنا لعدد سبعة. صورة العدد سبعة هي 8.38. صورة العدد سبعة هي 8.38، أي تقريبا هي 8.4. صورة العدد 8، 8 سعودونس، 8 هي 9.5، 8 هي 9.5، يعني تقريبا النقطة غادي تكون تسعود. صورة 8 هي 9.5 سعودونس، يعني النقطة غادي تجي هنا الفوق. صورة العدد 9 هي 10.7، إذا 9 غادي تعطيني النتيجة 10.7، يعني تقريبا غادي يكون هنا. مازين لاحظ معايا الله يرضي عليك عزيزي التلميذ، أنه دابا حاليا بدا كيبان، يعني ما عليك إلا تجمع لي هاد النقط هادو الله يخليك اللي كاينين هنا. أنا ما جمعتهمش مزيان هكا، ولكن دونك تقريبا راه هو هذا الشكل غادي يكون عندكم على الشكل التالي. وقال لي نقبل أن هنا كاينه واحد نقطة انعطاف، يعني عادي أنك تجي الأفصول جوج وجوج فاصلة أربعة، تقريبا جوج فاصلة أربعة، وغادي يولي عندي واحد نقطة انعطاف. ما هو دور نقطة الانعطاف؟ دونك الشكل خاصو يدير فرع الشل الجامد، غيبدا غادي وغيبعد، هذا هو فرع الشل الجامد، فرع الشل الجامد. دونك نكتب لكم بعض المعطيات هنا، غيكون عندنا فرع شل جامد، يعني برونش بارابوليك، فرع شل جامد، برونش بارابوليك. هنا عندنا مقارب عمودي، صافي. هنا راه هما قالوا لي في التمرين نقطة انعطاف، عندي نقطة انعطاف، يعني نعاطف ليا المنحنى، جا بحال هكا ومن هنا هو يدير بحال هكا باش يولي عندي، باش يكون الشكل عندي هنا محدب ويولي مقعر، باش يدير فرع شل جامد. دونك هنا نعاودو المرة الثانية الله يرضي عليكم، أهم النقط اللي كانوا فيها. دونك هنا دابا غنعاود نطراسي الله يرضي عليك بسرعة، غير باش نعاود نشارك معكم الأفكار. رسمت هذا المستقيم اللي قلت لكم أسهل مستقيم، هو إكراك يساوي إكس. ثانيا قلنا بحال هكا، ثالثا شفنا صورة واحد، قلنا صورة واحد هي واحد، وصورة اثنان هي اثنان. جينا هنا شفنا ليماج ديال جوج هي جوج، قلنا هادو بجوجات نقط تقاطع، وفي نفس الوقت غيكون عندي هنا واحد المماس. وجا المنحنى على الشكل التالي، بدا من الفوق من جهة المقارب، من المقارب خاصو يهبط حتى العدد واحد، من واحد لعد جوج غيمشي من تحت المستقيم، ومن هنا مشينا لعد العدد شحال كانت عندنا هنا؟ ثلاثة. دونك هنا درنا عاوتاني وبقى غادي بحال هكا على شكل باش يدير ليا هنا واحد الفرع شل جامي، وكان هذا هو المنحنى. واعتذر لان الماتيريال ما عنديش هنا مزيان. هنا في هذه البلاصه هذه هي اللي شفنا فيها مقارب، هذه البلاصه هذه هنا اللي شفنا هنا فيها فرع شل جامي، هنا كان عندنا فرع شل جامي. هنا بيان سور نقط التقاطع، هنا راه هي السي دي تقاطع مع السي، يعني نقط التقاطع تقاطع ليا المنحنى هنا وهنا. هذا الجزء هذا راه تحت المستقيم دلتا كما شفنا من قبل، من واحد لجوج غيكون تحت المستقيم دلتا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اعزائي من هذا الامتحان الوطني اللي كان هو الامتحان الوطني لسنه 2017 الدوره العاديه. لنا مزيد ان شاء الله باذن الله تعالى من العمل، غادي ندوزوا لامتحان وطني واحد اخر ان شاء الله باذن الله تعالى. هنا اجابه على سؤال احدى التلميذات، رجاء الله يرضى عليك، شكون اللي قال لنا غادي يكون مماس في الشقاق؟ في الشقاق الله يرضى عليك، واحد الورقه كانت كاتبه هنا، شوف بنتي الله يرضى عليك، هنا في هذا واحد 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 هنا تيكون عندي هنا مماس، صافي مماس افقي الله يخليك، نتمنى انه يكون واضح. صافي هنا واحد واحد غيكون فيها مماس افقي، وفي نفس الوقت فيها نقطه تقاطع، خاص المنحنى يتقاطع مع المستقيم، وخاصه في نفس الوقت يكون تحت على اي. بالنسبه للتلاميذ الذين يودون العمل اكثر والاستفاده من فيديوهات اكثر، فما عليهم والمتابعه مع الاستاذ وليد متوكل، ما عليهم الا التسجيل بعرض التميز الخاص بالدوره الثانيه. كل تلميذ كيتسجل عند الاستاذ، الا كنتي كترتاح وكتستافد مع الاستاذ وليد متوكل فما عليك الا تسجل معنا، وهنا الرقم. تحياتي لكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى، الله المعين اللهم يسر. موعدنا في حصه مباشره اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى، تحياتي لكم.